خبل هذا كل شيء. يعني سوى واحد تو طالع من الموت يقول لك يلا ادخلها ابوك. Just need to wait until everything is loaded. He's trying to run like he regret the moment he entered us. You all good? You all good? Yeah, okay. Yeah. Alright, come on, follow me. Follow me. تبغى بس ابتعد عن النار. امك طيبه. حاول تقتل الزومبي وتعوف الوحش هذول لان وحش ما تقتل الزومبي كثير. ابويا كل ساعة يغمى علي خراب يومه. جو يمي 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 سلاحك شفت. واحد مات مو خراب يومه. اه مدوح حامد على الدور. واحد شبعت وقعت. صيد سكر سكر. والدي تعالجني بباندج باندج او لا 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 قاعد 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 وعلى عندك بانديج؟ شوية مجروح بالله. ها هذا. Those,
اسلحه كم تعال اخذ هذيات هذيات هنا بويا شنو هذا الدم الشايله خراب يومه طلع على اهلك على الدم الشايله يا ابويا هولي دامن ذس مان از لايك وي ار ديلينج لايك ذا ستارت ويبن دامج تو هيم برو ذات واز ا بين ان ذا اس لا حميد وين طاح؟ سلاح الملون هسه جاي شوفه مو ما جاي خل قصص ذولا عم ليش انجل بس شوف والفو ما مجوع yeah we I'm like I think my lost my friend lost his weapon Oh my god, something's cutting me. There's a short king somewhere. Yeah, I feel like something is damaging me. You got سلاح قوال ولا لا؟ ما لقيت. وين مثل تنام نفس مكانك؟ Yeah, like it took a hell of damage. Like we are using stat weapon against him. How many banes did he kill? Only one? Only one? Like two these robotic T-Rex and one that's bane. Yes. I swear there was two. I think it's like most of our bullets is blocked by these bodies, I guess. That's why it took long to die. عالج دمك وايد ما لقيت سلاحك بعدك؟ انت غير مكان واحد بمكانك؟ هسه اطلع انا ماخذ اوقف والله خليني اتاكد شو اسمه هو هابو لقيته؟ لا بو لا ها ملون قلت لي لا ملون ما قال لي ما لوت الجثث ملون عندي الثاني ما ملون تأكد خاف بعد I like I don't know where his weapon is lost yeah
Here they come. Here they come. تأكد والخاف عندك بالغلط ساحبة. هذا الحمد لله. he found his weapon finally. دخان. Watch out for the smoke. I guess time to go. Yeah, let's go. You guys good? اي بس ما يطلع اختفى مو والله اي والله yeah we did it like we three good work guys اكيد اقول لك ما حشين شنو